السلام عليكم يا شعب الجزائري، السلام عليكم يا شباب الجزائر، السلام عليكم يا مواطنين، السلام عليكم يا جيش الشعب الوطني، والسلام عليكم يا أمن الوطني الشعبي. اليوم نخليكم تشوفوا كما العادة، نخليكم تشوفوا هذا لا فيديو صغيرة عليها في الأوقات الصعبة والحرجة كما هذه. أما باش نوليو للمسيرات، أنا تظهر لي يعني ونخليو ناس الحراك يخموا يتشاوروا ما بيناتهم. اليوم رانا السبت، غدوة الحد، الاثنين، بداو نفكروا ربما يجب تعويض المسيرات بشيء آخر. دوك نقدروا نقولوه، ما هو هذا الشيء الآخر؟ وبشرط ديجا، وبشرط أن يغلق المطار وأن تغلق جميع أماكن التجمعات، لأنه إذا أبقي على أماكن التجمعات مثل مثلا الأسواق، مثل الأسواق الكبيرة مثلا، مثل مثلا المقاهي، مثلا المقاهي، قاعات السينما في المدن اللي موجودة فيها وهي مدن قليلة على كل حال، الملاعب وحتى المساجد. قلت لكم يعني الآن أهل الدين لازم الآن يلعبوا الدور تاعهم ثاني هنا. إذا لم يتم غلق هذه الأماكن فلا معنى لإيقاف الحراك، لأنه تغلق الحراك منه وانت الناس راهي تجتمع مثلا 5 خطرات في اليوم في المساجد، مثلا في الأسواق أسبوعيا أو يوميا، ولا مثلا في الدلالات، ولا في المقاهي من الصباح للعشية، وخاصة في العشية دوك ما عندهاش قيمة، ما عندهاش قيمة. أما إذا اتخذت هذه الإجراءات الاحتياطية في جميع المجالات، يتبان لي أنا شخصيا وجب علينا أننا نغير المسيرات بشيء آخر. أنا بالنسبة لي نقترح أنه مثلا يوم الجمعة، يوم الجمعة ويوم الثلاثاء ويوم السبت نديروا حراك، نديروا حراك بنوع آخر. نخليو الشباب، حنا نرميو لكم لابيست والشباب على بالهم بداو يفكروا ديجا. نديروا حراك بنوع آخر، مثلا نقدروا نديروا في الانتظار باش نشحنوا الهمم تولويل، نخيروا ساعة من الزمن، نخليو صحابنا في البلاد، إخواننا في الجزائر يقروها، نديروا فيها مثلا تولويل النساء، تولويل المهرز، الكاسرونات، تسمى المهرز، الكاسرونات لي كلاكسون تاع الطوموبيل، كل واحد يدخل الطوموبيل يكلاكسوني حتى ولو هو في البيت، الكلاكسون تاع الطوموبيل، تولويل، المهرز، يكون نشاط كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، في الصفحات تاع الحراكيين، تاع ناس الحراك، تكون عدة لايفات، حتى الناس اللي عمرها ما دارت لايف، دير لايف. والله اعلم، انا جاب لي ربي، هذه هي يعني كيف نقدر نبداو نفتحوا النقاش على كل حال، نبداو نفتحوا النقاش. وانا شخصيا لما نشوف الهشاشه تاع المنظمه المنظومه الصحيه اللي دارتها، لا والله ما نعطي الاكسجين للعصابه يا اخي، والله نورمالمون انا تعرفوني اذا انا واحد يعطي اكسجين للعصابه، العكس العكس، ولكن يا اخي انا ما نكذبش عليك، احنا ما انا شخصيا ما نقبلش نخاطر يا لو كان بجزائري واحد، ما نقبلش نخاطر يا لو كان بجزائري واحد. انا هذه نظرة تاعي، وعلى بالكم باللي الحمد لله ما راناش متخاذلين، ما راناش متكاسلين، ما راناش حاكمين العصامة الوسط، ما والو، تعرفونا كامل، بلا ما ندخلوا في هذو الهضرة هذه. ولكن حنا قلنا باللي الحراك هو حركة نحو الحياة، ليست حركة نحو أمور أخرى. الفيروس هذا الآن ما راناش نعرفوا الشدة تاعو وين راهي لاحقة، رانا نشوفوا دول عظمى يمشيهم غير دراهم، ام يحبسوا الاقتصادات تاعهم. وعلى بالكم بلي مثلا الدول الرأسماليه هذه لما تشوفها تحبس في حوايج اللي فيهم الدراهم بزاف، معناتها فيها اللوش،
معناتها فيها كاش حاجه، وانا مانيش هنا لا باه نخلعكم لا باه ندير لكم بارانويا لا والو. تقدر ان شاء الله ما تكون فيها والو، كاين اللي يقول لك باللي الفيروس ما يعيش اكثر في اكثر من 25 درجه، الله اعلم. انا ما على باليش، مانيش مختص في هذه الامراض، وحتى المختصين فيها في الامراض في الدرجه اللي رانا فيها الان واحد ما على باله، كل واحد كيفاش راه يتيري. الخبر تاع الصح ماهوش باين. كاين اللي يقول لك الفيروس الان اللي راهو في اوروبا واللي راهو انتشر، كاين اللي يقول لك تحول ماشي نفس الفيروس اللي كان في الصين، ماشي نفس الفيروس الاول اللي كان في الصين، كاين اللي يقول لك نفس الفيروس، كاين اللي يقول لك كذا، كاين اللي يقول لك كذا، كاين اللي يقول لك كذا. حنا نقولوا باللي الحراك راهو صحيح، وباللي الحراك راهو صحيح، وباللي وكونترير كاع. لو كان انا بالنسبه ليا انا شوفوا صدقوني انا البالي بلي كاين قوه ان شاء الله الهيه وراء هذا الحراك، كاين قوه كبيره. هذا الحراك هو قوه تاريخيه، هو كما يقول لك نيسيسيتي استوريك، ضروره تاريخيه كيخرج دوكا. لذلك ما عندنا ما نخافوا على الحراك، ما عندنا ما نخافوا، ولكن قلت لكم الحراك ليس المسيرات وحدها. الحراك لازم دائما نفصلوا بين الحراك والمسيرات، بين الحراك والمسيرات، لانه المسيرات ماشي غير هي الحراك. في اسبوع ولا في اسبوعين ولا في ثلاثه اسابيع حتى تبان لنا، تبان لنا الرؤيه، نقدروا نديروا حاجه. مثلا نقدروا نغتنموا، نقدروا نغتنموا الفكره، الفرصه بالك تاع الكورونا واللي التجمهرات الكبيره، التجمعات الكبيره مش مليحه طبيا، ها نقدروا نغتنموا هكا فرصه مثلا للتدريب على الاضراب العام، للتدرب على الاضراب العام في المدن اللي ما عندهاش خبره في الاضراب العام. يا اخي لما حاولنا نديروا اضراب العام شفنا باللي المدن تاع منطقه القبائل وبعض المدن الاخرى نجحت 100% في الاضراب، بينما مدن واحده اخرى ما نجحتش، ما قدرتش تنظم الاضراب. هذيك المدن وين الاضراب ما نجحش فيها نقدروا نديروا عمل في التوعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الهاتف، عبر سكايب، عبر الماسنجر، عبر يعني هذه الوسائل تاع التواصل عن بعد، على اننا نديروا عمل جواري تاع توعيه. كل واحد فينا ينوض يدير حراك، يدير مثلا ساعه، ساعتين، ثلاث ساعات، يعيط فيها الناس اللي يعرفهم والناس اللي ما يعرفهمش، ويسي كيفاش يوعيهم على الاضراب العام، على الحراك. نقدروا ثاني نستعملوها في هذا الشيء. نقدروا قلت لكم نديروا نخصوا اوقات من النهار، مثلا انا تبان لي مثلا نقدروا نديروا كل ليله نديروا المهراس تولويل في الدار بدون خروج للشارع، المهراس تولويل في الدار، و والكلاكسون تاع الطوموبيلات، الناس تكون في الطوموبيلات ولا حتى في الكراج كلاكسوني، ونديروا الفيديوهات ونغزو مواقع التواصل الاجتماعي، وهكذا باش تقعد دائما الشحنه هذيك صحيحه والشحنه اللي كاينه. ولما نشوفوا بلي خف الخطر كالعاده موعد ديريكت، والحراك يعاود يخرج للطريق ويعاودوا يوليو مسيرات. انا على كل نهضر على حاجه نقول لكم مثلا ما كاش ريسك، وانا ما على باليش طبيا اسكو كاين ريسك ولا ما كانش ريسك، هذه مسؤوليه كبيره وما نقدروش، ليس من باب المسؤوليه برك، لكن من باب الخوف على الجزائريين. هذا ما كان تعرفوني انا صريح، نهضر مباشره، نهضر ديريكت، لما تكون حاجه في قلبي نقولها ديريكتومون. وانا لما فكرت خممت لقيت هذا الشيء سيد كيفاش نكروازي المعلومات، عيطت بعض الاصدقاء تاعي، عيطت حتى بعض الدكاتره المختصين في الطب، واحد فيهم اعطاني معلومه يعني اللي تعطينا الثقه. لذلك واذا كاين ناس خرجت لدير الاقنعه وتوك هضرنا عليها هذيك، ولكن انا بالنسبه ليا ما بيد الخطوره راهي طلع، هاني قلت لكم الراي تاعي في هذه المساله. اما من غير هذا الشيء نقولوا باللي الحراك ضروره تاريخيه، الحراك ضروره تاريخيه ولا خوف على الحراك، وباللي مهما كان احنا النضال تاعنا بنيناه على الصدق، بنيناه على الصدق النيه، وباللي نقول لكم واش نخمو فيه كامل. وحنا في منظمة تاعنا إعادة بناء الجزائر نخدمو بشفافية، ولما نحسو حاجة نقولوها لكم ديريكتوم. حنا نقول حتى لما نغلطو نتحملو المسؤولية تاعنا. أنا مثلا إذا
كاين الناس اللي ما عجبهمش الرأي تاعي، هم أحرار أنهم ما يخالفوا الرأي تاعي، فوالا وأنا نتحمل إلا غلطت غلطت، هذه هي. ولكن نفضل نغلط والشعب يكون عنده الحق، وأنا لا يكون عندي الحق والشعب غلط. لا، أنا نفضل إذا كان لازم نتمنى أنه الشعب تاع الحراك يكون عنده الحق وأنا أكون غلط، وأنا نتحمل من بعد. هذه هي خوتي، هذه من باب الصدق اللي وعدناكم به. هكذا خوتي نقول لكم يعطي السلام عليكم. بعد ما شفتوا هاد لا فيديو فهموني يا شعب الجزائري، وفهموني كثرا 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 انتم شباب شبيبه الجزائر. اسكو راكو تشوفوا هذا وشو يقول هذاك تشوفوا نورمال؟ اسكو هدايا راهو يهضر بالوعي؟ اسكو راكو تشوفوا هدايا راهو يحب بلادو؟ اسكو هدايا عنده حب الوطن؟ فهموني، هذا عميل، هذا يا عميل كي عميل ديزاد، كي زيتوت، كي الرحماني، كي بوشاشي، كي زبيدة عسو، هادو اليوم داخل مخبيين داخل الجزائر، وهاد مرخات اسكو هذا ونورمال واش يهضر؟ البلاد راهي في خطر، عندنا مرض، العالم بيأسري، راهو اونيتا دالات، يا اخي. راهو اونيتا دير لك هدايا. انا كنت نستنى فيه يعطي الوعي، زعما يقول لك يا ودي فوالا نحبسوا العراق مادام كاين المرض، نقيو نتفاهموا بيناتنا، نجمعوا بيناتنا باش نقيو الحومات، نقي حومتنا، نوصل نعطوا نصائح للشبيبه وداري صغار، نروحوا للديون نفهموا الامهات، نعطوا لهم الوعي، نعاونوا المرضى، نعاونوا المرضى سيكولوجيكمون مالي اللي ماتوا. كيفاش يا عباد الله؟ الناس راهي تموت في عالم بئسري، العالم بئسري راه مزعزع يا اخي. وهدايا يقول لكم بنتي معاه والسب تولولو وتضربو مهراس وتناجر يا اخي، وتعيطو يا اخي، والكلاكسون مو يا اخي. على من؟ على من؟ انا الناس اللي ماتوا، ولا على الناس اللي هم مرضى، ولا على الارتفاع المرض، ارتفاع المصائب. هاد اكو تشوفوا في هدايا عبد، وانتم ماين بردعين يا الشردي ما تبعوهم يا اخي، تبعوا زيتو، تبعوا امير دي زاد، هالخوانة اللي حبوا يهدموا البلاد. اكو تشوفوا على نورمال يفهمونا. المهم نعطيكم هاد الخبر، اخر خبر، لونو راهي عطات امر، عطات لهم امر للبلدان كاع البلدان بأسرها، عطات لهم أمر ياخذوا احتياطات. قالت لهم يا لو كان تخرجوا الجيش الشعبي تاعكم، يا لو كان تخرجوا الجيش الشعبي، وقالت لهم لازم تخرجوا الجيش الشعبي تاعكم باش يحمي بلادكم، كل واحد يحمي بلاده، كل واحد يحمي حدود تاعو. قالت لهم يا لو كان تقتلوهم، حب يقول من يوم ورايح خلاص الحراك، الحراك باي باي، خلاص الحراك. هذا ربي ماشي حنايا، مش دوكات ما تقولوش تبون، ما تقولوش بلي تبون هو اللي جاب كورونا، هادي ماشي تبون، هادي العامل بأسره راه بالكورونا، ويدخل يدخل ماشي باسكو طيارة ما دخلت خلاص ديال الكورونا. الكورونا يجي في الهواء، الكورونا يجي في الهواء. حب يقول كي تعطس هذاك العطيس، هذاك لو جام يمشي، هذاك الدبري تاع العطيس، هذاك لي سيكريسيون تاع العطيس ولا تاع السعاله يمشيو. حب يقول كل واحد يحضر على روحه. حب يقول باللي العلماء لي سافون ولا لي شيرشور ولا لي سيانتيفيك، ماشي حب يقول طياره دخلوا من طياره سي بون، كلش في الهواء في كل شيء يمالا. واش حبيت نقول لكم؟ باللي ماشي تبون اللي جاب المرض، المرض راه قبل من التبون، خير تبون واش صرا هذا؟ صرا في الصيف وبعد صرا في ايطاليا، من بعد في ايطاليا في المان باش دخل الجزائر. حبيت نقول ماشي تبون،
او يدخل مع الهواء. هم يجوا الحمام يجوا يديروا دي فواياجور لي بيجون فواياجور يا اخي كي يجوا من البلاد البلاد يدخلوه. يمالا نقتلو كاع يمالا نقتلو كاع خلق الله نقتلو عند الصواوش نقتلو كلش ما خلوش يدخلو نزيدو نديرو حيط على السماء. المفيد من اليوم ورايح خلاص الحيره ربي استجب للشعب الجزائري المؤمن ربي استجب البوصبع البوصبع الزق ربي استجب ليه فهمتو دوكاتك خلاص العيرك باي باي العيرك اجل عيرك هكذا وتبعوا هاد المهبول هذايا هذايا الخبيث هذايا تبعوا زيدوا روحوا زيدوا تبعوا زيطوا زيدوا تبعوا وامير مصدر سفيان سفيان تاعنا ربي حفظه الله وراه سفيان ياجور ربي حفظه الله وراه هاو قال لكم دير لايف دوكا انا هبطت بلي لايف يا سفيان يا جورا اسمح لي راني رايحه باش نكونفيرمي لهم واش قلت بالتصاور تاعو في الفيديو تاعك لصق هادي مع هادي باش يتاكدوا واش قلت هكذا لازم ندير لهم هاد الايامات انا حندير لهم لايف تاعك نديرو انا حندير كوبي جور مونتاج تاع الفيديو تاعك بلي لايف تاعك ناس مونتاج نبعثو لهم باش يفهموا مليح باسكو هانتوما حابسين هاد المبدعين هاد حابسين هاد البرطاجيه هانتوما حابسين لازم تعطيهم بالبيان ما تهدرش وما يعرفوش سياسة الهضره وما ما كي تعطيهم البيان ما يعرفوش يقراو اميين حاش قدرك اميين هادوما يشروهم غير بمئات الف ميتين الف باش يشرو مرسو تاعو تاع مرسو تاعو تاع الشراء هادوما يتشراو برك تحية الجزائر تحية الجزائر تحية الجزائر تحية رئيسنا تبون راه هو حفظه الله ورعاه احتراماتي وتقديري وتحياتي للجيش الشعب الوطني والامن الوطني الشعبي وربي يجيب الشفاء خذوا حذركم يا خاوتي خذوا حذركم